تبارك الله الاخوان هاكم بك تبارك الله الاخوان اللهم بارك لك معكم واحد الخير واحد انيسه من مكناس تحيه الناس مكناس تبارك الله السلعه كي دايره اللهم بارك ها انتم الاختوريه واللون ديال الزيت اللهم بارك تبارك الله ها انتم اللهم بارك عمر مزيان الناس الله يحفظك الله يكبر بك الله ينورك تبارك الله السلعه كي دايره الاخوان زويته زاله مخيره على تبارك الله ها ايه مرحبا ان شاء الله باذن الله يطول العمر راه الزيت هي اللي كطيح لهم الناس جميع الناس والتقليد راه كيبقى علينا اول حاجه والثقه بالله الله يبارك انتم السلعه كبيره الناس جايين من مكناس وتحيه للناس من مكناس تحيه للناس جاليه المغرب تحيه لجميع المغاربه من طنجه للقويره الاخوان السلعه كي دايره تبارك الله اللهم بارك تبارك الله زيت مليحه مبرعه الاخوان نعطيك المذاق ونعطيك اللون ديال الزيت ونعطيك الجوده والدواء الدواء ديال الزيت الاخوان تبارك الله سير عمرك توقف له تبارك الله الزيت كثير سير عمر ديك العمره ديال الرقم جيترو الرقم هذا جيترو هذه تبارك الله الله يبارك هانتم اللهم كنت لكم الزيت اللي داوي على راسك اللهم بارك هاد الناس رجعوا لنا الاخوان ذاقوا الزيت وعجبتهم قال لك على الله قال اي واحد برعوا اي السلعه اللي كنسيطوا الناس سلعه مليحه سلعه فيها الخضره غالبا غير الخضره كحله قليله غير الخضره الاخوان صادق صيك تبارك الله عمر زيد عمر الناس الله يجعل البركه يا رب بس الناس يبقاو مفكرين على عام اخر ماشي كان غير هذا العام ولا طول العمر كان سنين غتعمل مع السيد غيجي عندك ديري تبارك الله الاخوان اللهم بارك الاخوان بعد ما رسلنا ديك السلعه شو الاخوان ديك السلعه جات عندنا هنا ضاقت السلعه شافتها تبارك الله اللهم بارك عجبتها رقدت شي بركه نشارك معكم واحد الخير الاخوان هنا كاينه واحد 30 غادي الاسفي وكاينه 20 غادي الاكادير المولات 20 بغات تذوق ان شاء الله تعجب السلعه قالت لي تعجبني السلعه وراه غنزيد عاوتاني الكونتيتي تبارك الله ها انتم الاخوان اللهم بارك سلعه كي دايره سلعه باينه اللهم بارك شي حاجه عامره الاخوان الناس نعطيهم حقهم اللهم بارك تبارك الله ها انتم الخير اللهم بارك وتحيه خويا رضوان تحيه خويا رضوان الناس القلب طيب اللهم بارك تبارك الله صراحه حنا نقولوها في حقه وراه ظهره قدامه ها انتم السلعه كي دايره سلعه حاجه اللهم بارك داوي على راسك ها انتم السلعه كي دايره تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك سلعه كي دايره سلعه كاليتي الاخوان هاد السلعه هادي كنطحنوا فيها غير الخضره اغلبيتها خضره تكون واضحين اللون ديالها يوريكم الاخوان واللون ديالها حاكم على السلعه ها انتم الاختوري ديال تبارك الله اللهم بارك سلعه كي دايره سلعه مليحه كاليتي وعطاك الزبده ديال البلديه اللي خلاها سي عامر البلديه تبارك الله ها انتم الاختوريه تبارك الله ديال الزيت الاخوان المليح نعطيك والكاليتي وجودة والمرقد زين مرقد ولا الشرقي اللي كنطحنوا الناس كاليتي تاكل فيها طول العام ضمان تبارك الله هاتوا السلعة كبيرة هادو هما الاخوان من 30 يطرو هذاك راه باغي حتى شي 30 كيلو ديال الزيتون ان شاء الله تنجي نجيبها لي تاهي من نجيبها لي تاهي قريبا وديك الساعة نكمل ليه سلعته ونصيفط عليه باذن الله هاتوا السلعة كبيرة اللهم بارك ورا لومبالاج كلشي مضمون الاخوان ديروا لومبالاج ومشيت الغزال السلعة كلشي بالوراق يعني كلشي مضمون باش واحد ما يخاف على السلعة ديالو داكشي الاخوان كاليتي الله يجعل البركة يا رب خلق السي عبد الرحيم انتم الاخوان اللهم بارك السلعة الاخوان الخير اللي كنطحنوا الناس سلعة كي دايرة الاخوان تبارك الله اللهم بارك سلعة مثلثة غالبا في الخضرة ها انتم الاخوان تبارك الله ها انتم الاخوان كما كتشوفوا اللهم بارك سلعه مليحه سلعه كاليتي ديال ولاد الشرق الاخوان ورا الاخوان اي فيديو الاخوان كنديروا تنوريكم السلعه اللي كنطحن الناس هذه ان شاء الله غدوز اليوم الزيت ديالها ان شاء الله موجود الغدا باذن الله ها الخير هذا اما السلعه اللي وريتكم البارح يلا وجدت اليوم الاخوان راه كنعمروا بها الناس تبارك الله الخير اللهم بارك ها انتم سلعه ولاد الشرق الكاليتي الجوده نعطيك الزيت المليحه اللون ديال الزيت نعطيك الجوده على طول العام واي واحد تنخدموا معاه راه اخوان بينه وبين الله
ورا الناس راه شاهدين على الكومونتيرات ديال الكومونتير اللي كتسمعوا، الناس اللي كيتقدموا من عندنا، الناس اللي كيجيو عندنا، كلشي كاين حسن المعامله، كاين كلشي الاخوان. ها نتوما تبارك الله السلعه كي دايره، اللهم بارك. كاين هذا الخير الاخوان هو اللي حاطين اليوم، كان الشتا البارح الاخوان، هذا هو اللي كان تحط البارح في الليل قبل ما تبدا الشتا، هذا هو اللي كاين الاخوان. ان شاء الله غايجي الخير، يجي الخير. او شويه الاخوان دابا راه كيطيح شويه بالنسبه للزيت، كيقل شويه كيولي وازن، هذا كيشبع ما كيولي وازن. دابا هذه جنات قبل ما نشتري البارح، جينا البارح في ديك الوحده والشتا صبت في الليل البارح مع داك المغرب. دابا هذا مزيان، اللي غايجي مورا دوكا كتولي كيولي ثقيل الاخوان في الميزان، وبالنسبه في المعطى كيولي قليل، مع كيولي عرق شبعان ما، الزيتونه كتعمر ما كتشبع ما، كتولي بالنسبه للمعطى قليل شويه. ها انتم تبارك الله السلعه كدير، ها الخير هو اللي كنطحنوا الناس. هذه باقا ان شاء الله اليوم اللي غنحطوها وغتشوفوها الاخوان، والله يسر الجميع تبارك الله الاخوان. ها كما كتشوفوا الاخوان، هذه راه هي اللي كنطحنوا الناس كما قلت لكم، وهذه الاخوان كتكون شويه زايده في الثمن بالنسبه للطحن، كتكون دايره 320 بحال هذه 320 ونص تقريبا. والسلعه المرقه تلعب دور، الناس ولا الشرقي اللي شعروا عندهم مراقد زينين تعطيو جوده، كيكون طالبين شويه الثمن. وحنا كنحاولوا واخا الثمن كاين، كنحاولوا نطحنوا الناس اللي حاجه مليحه وكاليتي والجوده ضروري، لما كان الشيء المليح لا. راه الاخوان كنطحنوا كما قلت لكم غير الخضره للناس، الناس راه الزيت واللون ديال الزيت راه حاكم علينا الاخوان، حنا تحكم علينا. راه بامكان طحن غير هذه الخضره هذه، الكحله هذه الاخوان عفوا، غير الكحله كتعطيك الروند موراه مزيان، ولكن في بالنسبه للون ديال الزيت ومع الوقت راه تيمشي. هذه بالنسبه لشويه كتكيمشي، كتكون غير هذه كيكون شويه اللون كيمشي، اما الخضراء وهذه الحمراء هي بقى خضراء، راه كيبقى الجوده وكتكون الجوده حتى اللون ديال الزيت على طول العام. وهذه راه كتعطي الروند كما قلت لكم مزيان، ولكن مع المده كيمشي. هذه حنا ما نقدرش نطحنوها دابا، ما نقدرش نطحنوها، هذه كتبقى تقول لك في شهر 12، وحنا الحمد لله دايرين بلانا في راسنا، كنطحنوا بكري، كنطحنوا بالزايد على حساب الكليان. والله يسر الجميع.